أهلا بيكم في قراءة اختار كارت. هنعمل النهاردة اختار كارت، حط شخص في دماغك وهنشوف الشخص ده بيشوفك ازاي، انت مين بالنسبة له، ايه حقيقة مشاعره تجاهك، ازاي شايف العلاقة بينك وما بينه، هل في طرف ثالث، في حد تاني موجود في العلاقة، ناوي معاك على ايه في الفترة اللي جاية، مصير العلاقة ما بينكم هيكون ايه. هناخد لك كمان كروت للنصايح ورسالة من الشخص ده، فأتمنى أن القراءة دي تفيدكم إن شاء الله. القراءة دي تنفع لأي شخص، سواء شخص أنت موجود معاه دلوقتي في العلاقة، شخص أنت منفصل عنه، ممكن كراش برضو تنفع للكراش، فتنفع على فكرة لأي شخص أنت هتحط نيتك عليه. إحنا هيكون معنا مجموعتين، أول مجموعة هتكون أسورة أحجار الشاكرات أو الكروت دي، او الحروف اللي هسيبها لكم في اول تعليق هتكون حروف الشخص اللي هتحط نيتك عليه، وتاني مجموعة هتكون الاسورة الفيروزي او الكروت دي او برضو الحروف اللي هسيبها لكم في اول تعليق. انا هسيب لكم وقت للاختيار ونبتدي على طول ان شاء الله. ممكن تختاروا مجموعة لشخص معين في دماغكم أو أكتر من مجموعة لأكتر من شخص، ممكن حتى تختاروا المجموعتين لنفس الشخص وتاخدوا منها اللي يتناسب معاكم، لأن دي قراءة عامة وأحيانا كتير القراءتين بينطبقوا، فزي ما تحبوا اختاروا بالطريقة اللي تعجبكم. يعني أعتقد أنتوا كده اخترتوا، فخلينا نبتدي بالاختيار الأول. الناس اللي اختارت أسورة أحجار الشاكرات واختارت الكروت دي والحروف اللي في أول تعليق، خلينا نشوف إيه الأخبار. خير بإذن الله. أوكي، بالنسبة لطاقتك انت لكوين اوف واند، انا بشوف ان انت لك موضع قوة او موقع سيطرة على الشخص ده، يعني انت اللي متحكم في العلاقة دي، زمام امور العلاقة دي في ايدك انت، انت اللي في ايدك تقرب منه وتبعد عنه بمزاجك. هو شايف ان انت شخص اكتف قوي، شخص مليء بالطاقة، شخص لك نفوذ ولك مكانة ومهتم قوي بنفسك، شخص اجتماعي جدا وحواليك ناس كتير نفسهم ان هم يقربوا منك، ليك علاقات، ليك نفوذ ومنصب معين، يعني ممكن تبقى انت مثلا المدير بتاعه في العمل، او يعني لك سلطة معينة، او شخصيتك عموما قوية عليه يعني. وحاليا انت اللي في ايدك القرار اذا كنت تقرب منه ولا لا. انت اللي مبتعد عن الشخص ده، هو زعلان، هو قاعد بيبص عليك من بعيد وزعلان، جواه كلام كتير قوي نفسه يقوله لك، لكن شايف ان انت مش مديله الفرصة ان هو يقول الكلام ده. وفي حاجة هنا يعني، ممكن يبقى مثلا هو حاسس ان انت اعلى منه بكتير، حتى لو من غير ما تقصد ممكن تكون هو حاسس بتعالي مثلا منك، فنفسه ان هو يتكلم معاك ولكن شايف ان انت مش مديله الفرصة لكده، فهو شايل جواه كلام كتير قوي حلو نفسه ان هو يقوله لك، لكن مش عايز مثلا ان هو يفرض نفسه عليك او يعني يبقى شخص تقيل عليك يعني، فهو بس بيتخاطر معاك من بعيد وبيفكر فيك ومكتفي بكده لحد ما تيجي الفرصة المناسبة ان انتوا تتكلموا مع بعض ويقول لك كل الكلام اللي هو عايز يقوله لك يعني. لكن هو متضايق قوي يعني. كمان ممكن يكون بيمر بفترة صعبة فيها اكتئاب، يمكن الموضوع واصل معاه لدرجة الاكتئاب وهو بيفكر كتير، هو ما عندوش طريقة يكلمك بيها غير التخاطر، التواصل الروحاني، لكن هو حاسس ان انت مشغول عنه، عندك علاقاتك، عندك شغلك، عندك اصدقائك، وان انت مش مديله اي اهتمام. ممكن تبقى دي علاقة جديدة، كراش، او شخص انت منفصل عنه يعني.
هو شايفك حاجة كبيرة جدا وحاسس بوحدة وحاسس ان هو يعني مش عايز يجي يستعطفك ويجري وراك وانت تدي له ظهرك وتمشي. هو حاسس ان هو محطوط في الموقف ده ومتردد يعني اذا كان ياخد خطوة تجاهك ولا لا. هو ندمان على اي شيء حصل ما بينكم ووصلكم لكده، ويعني شايف ان انت مش عايز تديله فرصة، او ان انت بتشوف انه محدش يستحق غير فرصة واحدة، وان هو فرصته انتهت، وان انت مش عايز تديله فرصة تانية في العلاقة دي، مش عايز تتكلم معاه. يمكن لبعضكم تحسوا ان القراءة دي عكسية، بس هو ده اللي طالع معانا. مش قصة ان الشخص ده موجود في علاقة تانية، هو طبعا دي مش علاقة ثلاثية ولا حاجة، ولكن بعد ما الشخص ده ملقاش انه في فرصة معاك، سواء دي كانت علاقة جديدة او كنتوا مع بعض وانفصلتوا، فلما حس ان هو وحيد بيحاول ان هو يصلح علاقاته السابقة علشان ما يحسش بالوحدة، اللي هو ابتدى مثلا يدور على صحابه القدام، ابتدى يدور على الناس اللي كان يعرفهم زمان علشان يملى وقته ويملى الفراغ اللي انت سبته. لكن هو بطبعه مش متعدد العلاقات وما دخلش في علاقات جديدة، حتى لما سبته بعض ما فكرش ان هو يدخل في علاقات جديدة، وابتدى يدور على العلاقات القديمة اللي هو كان فيها زمان. طيب خلينا نشوف ايه المتوقع انه يحصل لقدام وناوي معاك على ايه. هو نوعيا ان هو مش هياخد اي خطوة تجاهك، وان هو بس يراقبك من بعيد، يبص عليك من بعيد. هو عنده تعلق شديد بيك على فكرة، لكن مش عايز يظهر لك التعلق ده علشان ما يبانش ان هو مدلوق عليك، ان هو بيستعطفك، عايز يحفظ كرامته نوعا ما. فهو بس هيفضل يراقبك من بعيد من غير ما يبين لك، ومش في نواياه ان هو ياخد اي خطوة تجاهك. وانا بشوف انه هيستمر على الحال ده شوية. خلال الفترة دي هيحاول ان هو يطور من نفسه ماديا ومهنيا، بحيث انه يبقى زيك او يكون معاك في نفس المستوى، علشان ما يحسش مثلا ان هو اقل منك. فهيبتدي ان هو يشتغل على نفسه في الفترة دي في الحاجات دي. انا بشوف انه في مصير العلاقة يجوز يكون في فرصة ما بينكم للتواصل، لكن الموضوع ده هياخد وقت طويل جدا، ممكن يوصل لسنين، ولبعضكم على فكرة ممكن تكون دي علاقة توأم شعلة. فانت نصيحتك ان انت تاخد جنب انت كمان دلوقتي، وتسيب يعني العلاقة دي تاخد مجراها، تتطور بالتطور الطبيعي وتاخد وقتها، عيش حياتك وسيبه هو كمان يعيش حياته، وسيب الأمور تمشي بالشكل الطبيعي بدون أي تدخل منك، لأن العلاقة دي شكلها long time relationship، ويعني ممكن تبقى من العلاقات الكرمية الحياة السابقة أو حتى توأم الشعلة لكتير منكم. خليني برضو أخد لكم نصيحة من ملائكة الحب واشوف هينصحوكم بايه. احنا معانا برج العقرب، برج الدلو، العذراء، الميزان والجوزاء، الاسد، الجدي، الميزان والعذراء تاني، برج القوس، العقرب تاني، الحوت، القوس كمان مرتين، الميزان والدلو تاني، وطبعا الطاقات كلها موجودة. خلينا نشوف. فطبعا لو كنتم اول مره بتشوفوا القناه يشرفني طبعا انضمامكم لاسره القناه بانكم تعملوا سبسكرايب. كمان لو كنتم من المتابعين القدامى ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو، تعملوا شير، تكتبوا لنا تعليق جميل، لان ده بيفيد القناه بشكل كبير. طلع لكم هنا اتراكشن، في ما بينكم انجذاب قوي وطاقه مغناطيسيه جميله جدا، وطلع لك هنا heart to heart conversation، محتاجين ان انتوا تتناقشوا وتفتحوا قلوبكم لبعض لما تجيلكم الفرصة المناسبة، فحاولوا ان انتوا تعملوا ده. خليني برضو كمان اخد لكم كارت من الانجل انسر، كروت الملائكة، اشوف هما كمان هينصحوكم بايه. trust، خد بقى تراست دي زي ما تحب، انت تثق في نفسك، تثق في ان العلاقة دي هيكون فيها فرصة لو انت عايز، تثق بان اللي انت عايزه هيكون. اكتر شيء محتاج ان انت تثق في ربنا، ان ربنا هيحقق لك اللي انت عايزه،
وان شاء الله هتوصل يعني للي انت بتتمناه. بصراحة انا معرفش انت داخل القراءة دي ليه، الاحساس اللي جاي لي ان العلاقة دي مش فارقة معاك قوي، وان انت بس ممكن تكون داخلها فضول يعني. لكن بشوف انت ممكن حتى لو جات لك فرصة مع الشخص ده، يعني هو مش الشخص مثلا اللي انت بتتمناه، لكن انت داخل بس تشوف كده كنوع من انواع الفضول يعني. ده الاحساس اللي جاي لي اكتر شيء. انت خلاص مش ده مش من ضمن الاشخاص المفضلين بالنسبة لك، حتى طريقة تعاملك معاه بتقول كده. طلع لك هنا كمان في خلال الاشهر القليلة القادمة، فيعني حاولوا تكتبوا لنا في التعليقات ايه قصتكم مع الشخص ده، يعني عندي فضول برضو ان انا اعرفها، لان من الواضح ان هي حكاية كبيرة جدا يعني. خلينا برضو ناخد لك رسالة منه نشوف هو عايز يقول لك ايه. بيقول لك انا مفتقدة جدا، هو نفس الكارت ده على فكرة، انا مفتقدة جدا ونفسي ان انا اكون معاك، ويعني انا مشتاق لك بشكل كبير جدا، واتمنى ان انت تديني فرصة في العلاقة دي. انا مش عارف اوصل لك ازاي، وانت مش مساعدني ان انا اقرب منك. انا مستعد اعملك اي شيء، بس اديني الفرصة ان احنا نتكلم مع بعض ويكون في ما بيننا heart to heart conversation يعني. طبعا انت لك مطلق الحرية اذا كنت تديله الفرصة دي ولا لا، لكن هي دي رسالته ليك. ده كان بالنسبة لكم الاختيار الاول، الناس اللي اختارت اسورة احجار الشاكرات. بشكركم طبعا كلكم على حسن المشاهدة، وخلونا نروح للاختيار اللي بعد كده. ونروح بعد كده للاختيار التاني، الناس اللي اختارت الاسورة الفيروزي واختارت الكروت دي والحروف اللي في اول تعليق. خلينا نشوف خير باذن الله. تمام، الطاقة بتاعتك الناين اوف سورد، انت بتفكر في الشخص ده كتير قوي، بتحلم بيه، انت شايفه توأم روح، هو كمان شايفك توأم روح على فكرة. بس انا بشوف انه انتوا في ما بينكم مثلا تخاطر، في ما بينكم انفصال، وانتوا بتفكروا في بعض كتير في الانفصال ده. يعني العلاقة قائمة ما بينكم تخاطر اكتر ما هو تواصل فعلي. فعلى الاغلب انتوا مثلا ممكن تبقوا توأم شعلة، شخص مثلا انت منفصل عنه من زمان، ولكن ما زلت حاسس بالتواصل اللي ما بينكم، ان انتوا قادرين ان انتوا تقروا افكار بعض وتتبادلوا الافكار من غير ما تتكلموا، من غير ما تشوفوا بعض، من غير ما يكون في ما بينكم اي تواصل. انت ممكن تكون اصلا ما تعرفش عنه حاجة ولا هو يعرف عنك حاجة، لكن في افكار متبادلة ما بينكم، انت حاسس الطاقة دي. ممكن برضو حاليا تكون بتمر بصحوة معينة، في صحوة انت بتمر بيها، وعلشان كده امورك مش تمام وطاقتك غير مستقرة بسبب ان في صحوة انت بتمر فيها دلوقتي. يعني ما اعتقدش ان دي ممكن تكون علاقة ثلاثية على فكرة. ممكن يبقى اهل الشخص ده متدخلين في العلاقة، لكن انا ما بشوفش انها ممكن تكون علاقة ثلاثية. والدة الشخص ده بالذات ليها دور كبير برضو في ان انتوا ما تكملوش مع بعض، سواء انت كان عندك المعلومة دي او لا. بشوف ان والدة الشخص ده ليها دور كبير في ان انتوا ما تكملوش مع بعض، ممكن ما يكونش هو السبب الرئيسي، لكن ليها دور كبير في ان العلاقة دي ما تكملش. المهم ان هو شايفك ان انت توأم روحه، نصفه الاخر، بتفهموا بعض، قادرين ان انتوا يكون فعلا في ما بينكم تواصل. فلو انت حاسس الطاقة دي وبتقول هو مش حاسس بيا، هو ولا على باله، لا هو مدرك جدا، مش في عقله الباطن، لا ده على مستوى الوعي والشعور والادراك. يعني هو حاسس بطاقتك، عارف انت بتفكر في ايه، وعارف ان انت كمان بتفكر فيه بنفس الطريقة، فهو متأكد من هذا الشيء وحاسس بكل التخاطر اللي ما بينكم، وبيتبادل معاك نفس التخاطر ده اكيد يعني. خليني برضو اوضح لكم،
بس هو شايف ان العلاقة دلوقتي واخدة سايلنت مود، يعني اللي هو مش بنتكلم بس احنا حاسين ببعض وبنفكر بنشوف ممكن ناخد العلاقة دي مع بعض ازاي. يعني ايوه، شوية القراءة دي برضو فيها شبه من القراءة الاولى، يعني لو انتوا جايين من القراءة الاولى الشخص ده هو عايز يتكلم معاك، هو حاسس بخسارتك، ده اول شيء، مش عايزك ان انت تخرج من حياته، مش عايزك ان انت تسيبه، مش عايزك تضيع منه، نفسه ان هو يتكلم معاك ونفسه ان هو يقرب لك، لكن برضه هو عنده شعور ما بان انت مثلا هترفضه لاي سبب حصل ما بينكم. هو بيفكر في اوقاتكم مع بعض زمان وبيعيد الذكريات يعني ما بينه وما بين نفسه، وجواه كلام حب كتير عايز يقوله لك لكنه محتفظ بيه للتوقيت المناسب يعني. فهو بيفكر فيك جامد قوي، والتخاطر اللي بيوصلك منه ده تخاطر فعلي. خلينا نشوف، طيب ناوي على ايه؟ في حد تاني في حياته ولا لا؟ وايه المتوقع انه يحصل لقدام؟ تمام. زي ما قلت لك، لا مفيش طرف ثالث، ممكن اهله خصوصا الوالدة، ممكن برضو يكون ليه علاقات عابرة، صداقات مثلا على السوشيال ميديا بيخرج، صداقات انا ما بشوفش انها علاقات حب وغرام وعلاقات فعلية او ان هو بيخونك او كل الكلام ده، يعني ممكن تبقى علاقات تقضية وقت مثلا كده، بيسلي وقته في انفصالكم، شيء من هذا القبيل ومش كتير يعني. المهم انه نواياه انه هو مش عايز يخسر اهله، مش عايز يخسر عيلته، وعايز يكسب رضا والديه، في نفس الوقت عايز يحل المشكلة معاك. فلحد ما ده يحصل هو زي ما قلنا بيفكر فيك، مفتقدك، متمسك بيك، مش حابب ان هو يخسرك، وفي نفس الوقت بيحاول ان هو يحل اموره. لبعضكم برضو ممكن يكون في قضايا مادية، او ان هو مثلا محتاج انه يشتغل كتير علشان يكون معاه فلوس اكتر، يأمن حياة أفضل، يعتمد على نفسه بصورة أفضل، فهو محتاج إنه يعمل ده بشكل كبير، وده اللي هيحاول إن هو يعمله في الفترة اللي جاية، إنه يشتغل كتير قوي ويركز بس على حياته العملية والمهنية ويطور منها علشان يقدر إن هو يكون أسرة سعيدة بعد كده. هو مفتقر للجانب المادي في الفترة دي، فعايز يشتغل على الموضوع ده بكثرة في الفترة اللي جاية علشان يأمن كل الحاجات المادية دي. فأنا بشوف إنه في فرصة في مصير العلاقة، لكن الموضوع ده محتاج مجهود منه، محتاج وقت، محتاج مناقشة كبيرة برضو مع عيلته، لأن من الواضح إن هم واقفين ما بينكم، وده متكرر معانا بشكل كبير يعني. نصيحتك أنت إن أنت شوية شايل هم الموضوع ده، عندك تعلق نوعا ما بهذا الشخص، منتظره، مفتقده بشكل كبير، وده شوية مديلك شعور بالوحدة، شعور بالانفصال، شعور بالتعلق، وحاسس ان في حمل على قلبك وشايل هم، نفسك ان انت تتواصل مع الشخص ده لكن مش عارف. فشوية محتاج ان انت تتقبل الانفصال ده وتطلع من الطاقة دي، لان الموضوع ممكن هيطول شوية، ممكن ياخد حتى 8 شهور او اكتر، فانت مش هتفضل طول ال 8 شهور في الطاقة دي، ومحتاج ان انت تتقبل هذا الانفصال. خليني برضو اخد لكم نصيحة من ملائكة الحب واشوف هينصحوكم بايه. معانا الاول، قبل ما اخد لكم النصيحة، معانا برج الجوزاء، برج السرطان، الدلو، العذراء اكتر من مرة، الحمل، العقرب برضو اكتر من مرة، الجوزاء تاني، الثور والميزان برضو اكتر من مرة، الحمل تاني، الجدي، بس، وطبعا الطاقات كلها موجودة. فخلينا نشوف ملائكة الحب هينصحوكم بإيه. كوندبندنسي، أيوة، أنت عندك تعلق مرضي بالشخص ده، وأنا قلت لك أنت محتاج تخرج من طاقة التعلق وطاقة الوحدة اللي أنت فيها. أنت عندك إدمان على الشخص ده وإدمان على العلاقة دي. الموضوع مش سهل أكيد، وأكيد هياخد منك وقت، لكن أنت محتاج أن أنت تشتغل على الموضوع ده
وانت تقدر، ربنا بيحطنا في ابتلاءات على قدنا يعني، فحاول ان انت تعمل ده. خليني برضو اخد لكم نصيحة من الانجل انسر كروت الملائكة، واشوف هما كمان هينصحوكم بايه. فطبعا لو كنتم اول مرة بتشوفوا القناة يشرفني طبعا انضمامكم لأسرة القناة بانكم تعملوا سبسكرايب. كمان لو كنتم من المتابعين القدامى ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو، تعملوا شير، تكتبوا لنا تعليق جميل، لان ده بيفيد القناة بشكل كبير. طلع لك هنا عيد النظر وانتظر. طالما قالك انتظر يبقى في حاجة هتحصل، في شيء ايجابي هيحصل، وان العلاقة دي او الموضوع ده يستحق الانتظار، فحاول ان انت تعمل ده. خليني برضو اخد لكم رسالة من الشخص ده زي ما عملنا للمجموعة الاولى. الفايف اوف وند، هو شوية حاسس ان في حد منكم عنيد او حد منكم متكبر. على فكرة بنسبة كبيرة القراءتين مكملين لبعض، يعني انت هنا هو هناك في القراءة الاولى، في حد منكم متكبر، و يعني انتوا حاطين روسكم بروز بعض، يعني واحد حاسس ان هو بيجري ورا التاني والتاني مش مديله وش، فعلى قد ما هو مفتقده لكن بيقول انت مش احسن مني. ففي شوية ما بينكم طاقة ندية، والشريك ده حاسسها بشكل كبير وبيقول لك يعني دي مش ألطف طريقة ان احنا نتعامل بيها. علشان كده في كروت الملائكة هنا قال لك عيد النظر، طريقة راسي براسك وطريقة الندية دي مش احسن طريقة ومش هتوصلكم لحاجة، فمحتاجين ان انتوا تغيروا طريقة التفكير دي، سواء بقى الموضوع منك منه، حتى لو منه هو رافض برضو هذا الموضوع وعايز يتعامل معاك بطريقة مختلفة يعني. فبيقول لك ساعدني على ده، او خلينا نفكر بطريقة مختلفة يعني. ده كان بالنسبة لكم الاختيار الثاني، الناس اللي اختارت الاسورة الفيروزي. بشكركم طبعا كلكم على حسن المشاهدة، وبتمنى لكم السعادة والحظ الموفق. مع السلامة.